السلام عليكم. اليوم نروحوا للمارينا تاع صابلات، نزيد نتكلموا على الجزء الثاني كما وعدتكم. اني درت الفيديو الاول على الجزء الاول نتاع المارينا، واللي دوك نبينو هنا. هنا عندنا هذا هو الجزء الاول نتاع المارينا اللي درنا عليه الفيديو، هو فيه حوالي في الطول حوالي 500 متر هنايا. ونمر للجزء الثاني اللي سوف ندير فيديو عليه. هذا هنا هو الجزء الثاني، وهذا هذا الجزء هذا راه قيد الاشغال، ما زالت الاشغال ما فيش، ما انتهتش. و اذا نديروا الفيديو الثاني عليه اللي راح نشوفوه بهذه المناسبه، ثم يكون فيها الفيديو على الجزء الثالث اللي راه هنا. وهذا الجزء الثالث هنايا هو الاكبر اللي يكون سوف ندير عليه فيديو في الجزء الثالث. إذن في الفيديو الثالثة، وللعلم أنه المارينا هذه، هذا الجزء الأول وهذه والجزء الأول والجزء الثالث، هادو راهم مفتوحين للجمهور، وفيه باركينج هنايا، فيه باركينج في المنطقة هذه هنا. كاين دوك نوضح الأماكن. هنا فيه هذا باركينج تاع المنطقة هذه، وكاين المدخل راه من هنا، المدخل راه من هنايا، منايا كاين مدخل، منا مدخل يروح تروح مباشرة للباركينج. بس تخلص حوالي 100 دينار للسيارة هنا، ثم الولوج إلى المارينا كما قلنا هنا الجزء الأول اللي درنا عليه الفيديو، وكذلك الجهة هذه اللي انتهت فيها الأشغال، بقات قضية كما قلنا التشجير، هو يعني الموبيلي أوربان، الكراسي ولا يعني كل ما هو يعني لسيرفيس خدمات اللي مازال تخص. وكذلك فيه يعني جهة أخرى، هذه هنايا، هذه هنا مازال الأشغال بها، هذه كذلك فيه مساحة هنا فيها أشغال مازال لم تنتهي. نخليكم مع الفيديو اللي صورته على الجزء الثاني هذا هنا، وين نشوفه ناخذوا فكرة عن الأشغال اللي راح يصير في المنطقة هذه. والسلام عليكم. وعجبتها البلاصة. سي انورم كماما. Thank you.